زي ما بقول لحضراتكم اكيد كلها ملفات شائكه وكلام كتير شايفينه في الساحه الرياضيه، تصريحات من هنا ومن هناك في ملفات مختلفه. خلصت ملف المنتخب الاولمبي، اتكلمت على تصريحات اعضاء اتحاد الكوره، موضوع التحكيم على فكره سفر بريرا، محدش يعتقد ان هي اجازه بريرا خلاص، يعني القصه بينه وبين اتحاد الكوره عباره عن مساله وقت، دخول اعضاء وخروج اعضاء، عدم الاعلان عن من خرج ومن دخل بشكل رسمي، تجميد بعض القرارات، سفر بريرا، وان الامر دلوقتي ما بين محمد فاروق ومجدي رزق وحمد القاضي، دكتور عزب حجاج مسؤول عن اداره اللجنه. الملفات كلها مش واضحه. تعيينة الحنفي النهارده باكد وبتحدى اتحاد الكوره على الهواء، طلع ما يثبت ان الحنفي اجرى اختبار اللياقه البدنيه. وانا سبق وقلت قبل كده المشكله مش مشكله بريرا لوحده، اتحاد الكوره مع بريرا في هذا الملف، لذلك اتحاد الكوره عايز يدافع عن القرار. لكن انا باكد لحضراتكم ان لو كان تعيين الحنفي بقرار من بريرا، رغم ان بريرا اصلا كان واخد قرار في موضوع محمد الحنفي، ولكن لو قرار بريرا لوحده كنت هقول لحضراتكم ان اتحاد الكوره اقال بريرا ويتنصل من مسؤوليه هذا القرار في تعيين محمد الحنفي، ولكن سيستمر الحنفي وسيكون هناك ازمه في العديد من المباريات نتيجه قرار اتخذه رئيس الاتحاد بنفسه ويدافع عنه حاليا دكتور إيهاب الكومي عبر كل وسيلة إعلامية بيخرج من خلالها، بيتحدث بكل معلومات مغلوطة وبدون أي سند وبدون أي مستندات، لأن الدوري السنة دي بهذا الأمر هيكون فيه مشاكل قانونية عديدة لو لم يتخذ قرار من بدري لحل هذا الأمر. وأنا بأكد لكم معد اللياقة البدنية هو حلقة الوصل في هذا الملف، وهو الحل السحري لقرار يتعلق بتعيين محمد الحنفي، لأن هو صاحب القرار في اختبار لياقة بدنية لأي حكم، ليس لأي رئيس لجنة سلطة في إجراء اختبار أي لياقة بدنية لأي حكم، هذا الاختبار من سلطات معد اللياقة البدنية. والنهاردة حسب معلوماتي إن اتحاد الكرة بيفهم من معد اللياقة البدنية القصة ظروفها إيه، لأن الاتحاد عنده مشكلة كبيرة. وقبل المباراة بساعتين بأكد تاني تعيين الحنفي لماتش الإسماعيلي وسيراميكا تعيين غير قانوني، ادوله بقى ماتشات وبوظوا ماتشات الدوري، وانتوا احرار في النهايه، لان انا عارف الامور لا تدار طبقا للوائح، للاسف بتدار بالاهواء.